السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفة صبار لتستعيدي شعرك القوي والكثيف. اذا كنت تريدين جعل شعرك طويلا والحصول على كثافة ونضارة طبيعية وتبحثين عن طريقة فعالة لا تضر به، فإليك وصفة بمكونات تمكنك من الحصول على نتائج مضمونة في وقت وجيز. يوفر الصبار العناية للشعر، فهو يعمل على ترطيب الشعر وتكثيفه، فأيضا يساهم في تطويله بسرعة، كما أنه يحميه من التقصف. لذلك نقدم لك ماسك الصبار لتطويل الشعر والتخلص من القشرة. بالنسبة للمكونات التي نحتاج في هذه الوصفة، نحتاج إلى 3 ملاعق صغيرة من جيل الصبار، نحتاج إلى 2 صغيرتين من الياغورت الطبيعي، 1 ملعقة من العسل، و2 صغيرتين من زيت الزيتون. بالنسبة لطريقة تحضير الوصفة، نقوم اولا بوضع الياغورت فوق جيل الصبار الطازج الذي نقوم باستخراجه من الصبار الطازج. نضيف اليه 1 ملعقة من العسل و2 صغيرتين من زيت الزيتون. نقوم بمزج المكونات حتى الحصول على خليط موحد القوام. بعد الحصول على خليط كما تلاحظون بهذا الشكل، نضع المزيج على كافة الشعر بطبيعة الحال من الجذور إلى الأطراف، ونقوم بتدليك فروة الرأس جيدا. بعدها نضع غشاء بلاستيكي على الشعر ونتركه يتفاعل على الرأس لمدة 20 دقيقة. بعد ذلك اغسلي شعرك بالشامبو والماء. يمكنك تكرار هذا الماسك 2 مرات أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا جيم للفيديو، تبارطاجيو لا فيديو باش يستافدوا منه ناس اخرين، تشتركوا في القناه باش يبقى ديما يوصلكم جديد القناه. شكرا على التتبع ديالكم. للاطلاع على مزيد من الافكار والوصفات يمكنكم زياره الموقعين chefmariam.com، ايضا موقع chefmariam.com. الى اللقاء، الى فيديو قادم وحلقه قادمه باذن الله.